يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وما زلنا مستكملين مجلتنا الصباحية، ونجدد التحية لكل من انضم وتابعنا. مشاهدينا، بما ان اليوم اول يوم دراسي وان التهيئة النفسية للطالب مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة، فكلاهما لهما دور كبير في عملية الانتقال من فترة الإجازة والراحة إلى مرحلة الدراسة واللي فيها نوع من الالتزام والنظام والمسؤولية. بنتكلم عن هذه التهيئة النفسية لطلابنا مع الدكتور عمار البنا، استشاري الطب النفسي للأطفال واليافعين. دكتور عمار، صبحك الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور، وصباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات اليوم. يا مرحبا بك دكتور. يعني سنة دراسية جديدة، وطلابنا ودعوا الفوضى والروتين اليومي والسهر تقريبا، ورجعوا إلى مقاعد دراسة واللي فيها أكيد نوع من المسؤولية والالتزام وغيرها من الأمور. دكتور، يعني هل هذا كله يتطلب تهيئة نفسية لهذا الطالب؟ نعم، شكرا على طرح الموضوع. طبعا السنة الدراسية هاي السنة غير اعتيادية مثل ما كانت سنة 2020. صحيح. من يعني في منتصف العام الدراسي اللي طاف تغير نظام الدراسي على الطلاب، إجازة الصيف ما كانت بالوضع الطبيعي، فالسنة الدراسية هذه أيضا يعني استمرار لتأثير كوفيد-19 على حياتنا بشكل عام والدراسية. وبالتأكيد التغيير بحد ذاته، وخاصة إذا كانت الأمور غير، في عوامل تزيد القلق عند الأشخاص خاصة عند الأطفال، اللي هي إذا كانت الأمور مو واضحة، يعني المستقبل كان مبهم، ما في صورة واضحة، ونحن نعيش حاليا في وضع يعني الأمور مو وايد واضحة بالنسبة لنا. فمن الطبيعي أن الأطفال بشكل عام تصير عندهم ردة فعل، خاصة من ناحية القلق أو صعوبة في التأقلم النفسي، باختلاف طبعا أعمارهم واختلاف يعني قدراتهم الإدراكية وقدراتهم النفسية. جميل. الصعوبات هاي قد بعض الأطفال تكون عندهم موجودة الصعوبات واضحة، وبعض الأطفال طبيعتهم يعني وبحكم البيئة اللي يعيشون فيها يمكن يكون أسهل عليهم يتخطون المرحلة الانتقالية هذه. نعم. التهيئة النفسية للطالب يعني دكتور كيف تكون، خاصة بما أن أول يوم دراسي ممكن من الأيام الصعبة لدى الطالب، أو حتى أول أسبوع لحد ما يتأقلم هذا الطالب؟ خلنا شوي نتكلم عن التهيئة النفسية لهذا الطالب، يعني تهيئته بنفسه وأيضا تهيئة أولياء الأمور لهذا الطالب، وتهيئة المدرسة وتحبيب المدرسة أو تحبيب هذا الطالب للمدرسة. نعم، أول شيء نحن أوريدي بدينا في الموضوع، لأن مثل ما وضحنا في البداية الوضع الدراسي مختلف بين يعني عن السنة اللي طافت. فأول خطوة يعني مهم جدا الأهل يكونوا واضحين من ناحية شو بتكون الخطة الدراسية للطالب، لأن صح أن في توجيهات يعني عامة موجودة في مختلف الإمارات، لكن أحيانا التطبيق يرجع للمدرسة مثل ما نلاحظ. فمهم جدا يكونوا الأهل مدركين بالضبط كيف بيكون برنامج الطفل، هل يعني إذا اختاروا مثلا الحضور يعني أن الطالب يكون موجود حضوريا في المدرسة، هل بيكون موجود هناك كل يوم، هل فترة معينة من الأسبوع. فمهم جدا الأهل يكونون ملمين بالتفاصيل والخطة الدراسية للطالب، وأيضا أن يخبرون الطفل بغض النظر عن، يعني أحيانا عندنا في الثقافة أن الطفل الصغير مثلا مو ضروري ان نخبره او الطفله حتى او ما بيستوعب، لكن مهم جدا ان نسمع الاطفال ونشرح لهم كيف بيكون وضعهم من ناحيه العمليه، من ناحيه الحصص. هذه يمكن خطوه اولى عمليه. بعدها يعني مثل ما وضحنا ان القلق رده فعل طبيعيه، حتى يمكن الاهالي الام والابو يمرون بظروف يعني فيها نوع من القلق، لانه ما يعرفون. صحيح. كيف بيكون وضع اطفالهم، يكونوا خايفين عليهم حتى من لا سمح الله العدوى او غيره. فالقلق شيء طبيعي، فالمهم ان نتكلم مع الاطفال عن مشاعرهم، ما نحاول نتخطاها وكانها هي موجوده. فمن ضمن الطرق اول شيء انه اذا لاحظنا اي اعراض قلق على الطفل حتى لو كانت طبيعيه، نحن الحين ما نتكلم عن طفل يعني عنده صعوبات يعني تستدعي حتى استشاره، رده فعل طبيعيه انه بيكون في نوع من القلق. فأول خطوة تسمية القلق للطفل، أن أخبار أن هذا اللي تمر فيه ترى، يعني أعطيك مثلا الأطفال الصغار قد ممكن يكون عندهم خوف من أن يتركون أمهم وأبوهم على سبيل المثال. صحيح. الأطفال أو تكون عندهم نوبات عصبية أو 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 صعوبات سلوكية يوم أو يومين قبل المدرسة، أو ما يبون يرقدون مثلا ليلة يعني اللي قبلها، متعودين الأطفال أسمع. اللي أكبر في العمر بالضبط، مو غيرنا متعودين على السهر، احتمال يكونون حتى خايفين انه يصيرون المدرسه، بس الخوف يطلع على هيئه مثل تجنب الدراسه او غيرها. فمهم هني ان اذا لاحظ الام والابو هالشيء يقول الطفل شوف نحن مثل ما انت الحين يمكن حاس بالخوف او التردد من المدرسه، ترى نحن نفس الشيء، ردينا مثلا نداوم مثلا حضوريا في
الشغل. نفس الشيء ما كنا يعني كان في نوع من القلق، وهذا الشعور طبيعي. فأولا إحساس الطفل أنه، لأن الطفل أحيانا يحس أنه هو حاسس بشيء معين ومو بعارف هو شو بالضبط، شو أو حتى يعبر عنه تسمية دكتور القلق. بالضبط، مساعدة الطفل أنه يعبر عنه وتقبل. شيء ثاني تقبل السلوك، المشاعر هاي أنه ما نتخطاها مثل ما قلنا، وبعدها بعد ما نوصل هالمرحلة اللي هي احتواء القلق أو مشاعر الطفل، إحساس الطفل أنه ترى ممكن نسمع له، نعطيه فرصة أنه يعني يفاتحنا. بعدها ما نبدأ نقول للطفل لا عادي ترى كل شيء تمام لا تخاف، ما نبدأ نطمنهم بزيادة حتى بطريقة مبالغ فيها، حتى ما يتساهل. نطمنهم بالضبط، نطمنهم بطريقة واقعية، وفي نفس الوقت نعطيهم بعض الطرق والوسائل. في وسائل كثيرة للتعامل مع القلق عند الأطفال، وكل طفل طالب فيه طرق مختلفة عن الطفل الثاني. ممكن تشوفون بعضها حتى أونلاين، مثل التنفس العميق على سبيل المثال، وفي أنواع مختلفة من التنفس العميق اللي تناسب مختلف الأطفال في 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 بعض، يعني فيها جانب تخيل إن الطفل يتخيل إن يعني قصة معينة هو يمارس التنفس، هو يمارس أو هي تمارس التنفس العميق، يعني إرخاء العضلات، في تمارين استرخاء وغيرها يعني ممكن تفيد، أو الحركة. أحيانا بعض الأطفال يسمعون أشياء معينة تعطيهم شعور بالراحة. فمهم أن نحفز الطفل أن يستخدم الوسائل اللي هو يعرف أنه ممكن تساعده في الوقت اللي يواجه فيه صعوبة. يعني طيب دكتور عمار، يعني مثل ما نعرف أن هنالك في ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع من الدراسة في العام الحالي، اللي هو التعلم عن بعد أو حتى في المنازل وفي أيضا المدارس. تختلف هذه التهيئات النفسية لدى الطلاب باختلاف هذه المراحل أو هذه الأنواع؟ اولا تختلف. شيء ثاني حتى يعني في نقطه يمكن هني نركز عليها، ان الروتين مهم بغض النظر هل الطفل كان في البيت في المدرسه، يعني بعض الايام في البيت وبعض الايام في المدرسه. صح، تشكيل الروتين جدا مهم باختلاف المراحل العمريه وباختلاف الاطفال. يعني بمعنى اخر مهم ان الطفل حتى لو كان في البيت، خاصه لو كان يوم في البيت يوم في المدرسه، ما يكون اليوم اللي هو في البيت الوضع يعني على كيف الطفل، لا يكون في برنامج واضح كانه فعلا صار المدرسه. حتى الطفل اللي قانون ما بيصير المدرسه لظروف، بالضبط الروتين واضح متى تكون نشأ، يعني الطفل يستعد يصلي يتريق مثلا يلبس ثيابه ويصير مكان المذاكره، يعني يكون في قدر المستطاع روتين موجود في البيت وفي المدرسه، وحتى في الايام اللي يكون فيها الطفل في البيت يعني قدر المستطاع، يعني ما نحاول نطلب شيء مستحيل بس قدر المستطاع نحاول نحافظ على الروتين. هذا الشيء يساعد الطفل حتى نفسيا غير عن من ناحية دراسية وتحسين الدراسة. إذا شو الأشياء أو الحالات الأخرى دكتور اللي ممكن تؤثر على نفسية الطالب وخاصة خلال هالفترة وتؤثر على العملية الدراسية لديه؟ في أمور كثيرة، وأولاً نأخذ على اعتبار بعض الأطفال بالعكس يمكن متحمسين يبغون يصيرون المدرسة، يشوفون ربعهم ما صاروا المدرسة يكون مدرسين. في بعض الأطفال يمكن حتى ما عندهم قلق، بالعكس يعني يبغون بالعكس يشاركون الفرحة لأهالي. بالنسبة للأطفال اللي عندهم مخاوف طبعاً يعني تختلف، احيانا تكون خوف من شيء مبهم، ما يعرفون شو المستقبل، ما يعرفون شو بالضبط يكون النظام. فبعض الاطفال عندهم الخوف العام، احيانا يكون خوف لا سمح الله من العدوى، تمام، احيانا يكون خوف متعلق بكوفيد 19. فمثلا اذا كان متعلق بكوفيد 19 هني مهم ان نخبر الطفل انه شوف الدوله حطت نظام واضح بالنسبه للمدارس وتوجيهات، وحتى في بعض الامارات في الدوله صار تاخير للعام الدراسي لفتره معينه عشان نتاكد ان كل المدارس مهيئه لاستقبال الاطفال. صحيح. فالدوله ما بتقصر والدكاتره ما يقصرون، دورك انت مجرد انك تلتزم بالتعليمات، او دورك انك تلبسون الماسك اذا كان هالشيء مطلوب، ان الحفاظ على البعد المسافه التباعد الجسدي على سبيل المثال، وقت الاكل يعني ما يكون في التزام بالغسل اليدين وغيرها من التوجيهات اللي اتوقع يعني لها. يعني في نقطه بس مهم نركز على بعض كل النقاط اللي ذكرناها بنذكرها عامه. نعم. إذا الأهل لاحظوا أن الطفل فعلا يعني القلق مأثر عليه درجة كبيرة، أنه مو قادر يرقد، ما ياكل، يعني من التخوف يعني ممكن، صح، فوق قدرة الأهل. بالضبط، هني مهم أن يتواصلون مع أخصائيين أو عيادات معينة أو أخصائيين نفسيين عشان يشوفون إذا في داعي لتقييم. بما أن أهل الاختصاص موجود، متى يلجأ هذا ولي الأمر لأخذ هذا الطالب في حال وجود أي مشكلة أو أي أثر سلبي نفسي على هذا الطالب إلى الاختصاص النفسي؟ أو حتى في بعض الأحيان أولياء الأمور يعني يتعبون نفسيا، ممكن حتى يصلون لمرحلة المرض النفسي دكتور، فمتى يلجأ هذا ولي الأمر إلى الاختصاصي النفسي؟
شكرا والله، ذكرتي نقطتين يمكن النقطتين هاي كل واحدة اهم من الثانيه. النقطه الاولى الاهل ينتبهون لانفسهم، لان هي فتره صعبه مثل ما هي على عيالنا صعبه علينا، فاذا الام او الابو يعني يحتاجوا ان يتنفون نفسهم اكثر عن العنايه النفسيه بانفسهم مهم جدا، واذا احتاجوا استشاره نفسيه ايضا مهم يلجؤون لها، لان لو كانوا هم يحسون بالضغط او الحزن او غيره بلا شك هذا الشعور بينتقل لأطفالهم حتى لو ما كلموهم عن المشاعر هاي، لأن التواصل اللي المعلومات الموصلة بطريقة غير مباشرة غير لفظية أكبر بكثير من المعلومات الموصلة بطريقة مباشرة. صحيح. بالنسبة للأطفال أي تغيير لا سمح الله، أي طفل مثلا قام فترة معينة ما يرقد، قام ما يأكل، قام يعني قام القلق يصير أكثر من أنه يقدر يتحكم فيه، حتى مع التقنيات اللي تكلمنا عنها والوسائل العادية الطفل لا زال مو قادر أنه يتأقلم، أثر على شهيته الأكل، أثر على صحته، أو لا سمح الله إذا كان الأطفال عندهم أي 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 مشاعر من اكتئاب أو أفكار في إيذاء أنفسهم أو غيرها، كلها علامات يعني تشير إلى أن الطفل الأهل مهم أن يفكرون في استشارة نفسية، أو سواء كانت مع أخصائي نفسي مرخص أو طبيب نفسي. نعم، واللي فهمت من كلامك دكتور يعني جميع الأمور ممكن تنعرف على مبدأ الحوار، أهمية الحوار لدى أفراد الأسرة، يعني سواء كان من ولي الأمر أو حتى هذا الطفل، يعني حتى نوعية الحوار اللي يجب على هذا ولي الأمر أنه يتبعه مع هذا الطفل، وخاصة أو حتى مع الطالب، وخاصة إذا كان في عمر صغير. نعم، الحوار جدا مهم، وتكلمنا عنه يعني قبل شوي. مثلا يعني في مدخل وايد حلو، يعني خاصة في الفترة الحالية، أن وايد من الصعوبات اللي أطفالنا يواجهونها ترى الأم والأبو يواجهون نفس الصعوبات، لأن كلنا نمر بفترة الكوفيد، يعني كلنا مرينا فترة الحجر أو فترة الكوارنتين وخايفين من المرض غيره، يعني في مخاوف مشتركة. فهني ما بغلط ابدا بدال ما الاهل يحاولون ان يفكرون يعني شو المعلومات البيرفكت او المثاليه اللي ممكن، الصوره المثاليه اللي ممكن نوصلها للابناء، انه بالعكس يتراجعون ويحاولون يكونون يتحدثون عن تجربتهم الشخصيه بكل شفافيه، نشوف ونحن ترى مثلكم ايضا، يعني لو في موقف معين صار في الشغل مثلا او في الوظيفه او غيره ممكن الاهل يشاركون اطفالهم، يعني نحن ترى نمر كذا كذا عشان الاريحيه، او حوار الاريحيه يكون دكتور. نعم بالضبط، بيحسون ان عادي ان يحسون بهالمشاعر، وبيكونوا مرتاحين اكثر ان يكلمون امهم عن المشاعر. نعم، هذه احدى المداخل. يعني زي قبل لا ننهي فقرتنا دكتور، يعني للمدرسه ايضا دور كبير في تهيئه هذا الطالب تهيئه نفسيه سليمه، المدرسه والمدرس ودوره في التهيئه النفسيه. نعم، اول نقطه يعني مهم جدا ان المدرسه، صح في اشياء خارجه عن نطاق المدرسه، يعني المدرسه ما بتتحكم في قوانين او التوجيهات اللي تطلع من اللجنه العليا للكوارث والازمات غالبا، يعني فما بيتحكمون فيها، لكن مهم في تطبيقها يكونون المدرسه بريدكتبل مثل ما يقول، يكون عند يعني يكون سلوكهم متوقع، يكون عندهم خطه واضحه، ما يغيرون النظام كل يوم كل يومين. صحيح. من هالشيء يعني اكيد بيزيد من مخاوف الاطفال، ويكون في لبس وتخوف. صح بالضبط، فيكونوا واضحين جدا قادر المستطاع في السيستم، وفي شفافيه في التواصل مع اولياء الامور اول باول، بحيث ان هالمعلومات ايضا توصل للطفل، فهذه نقطه مهمه جدا من ناحيه النقطه الثانيه، ان المدرسين مهم ان ينتبهون اذا طالب معين كان فعلا لاحظوا انه يعاني، او لاحظوا ان مستواه مثلا بدا يدن، او تركيزه في الدراسه بدا ما يكون مثل قبل، او عنده شرود او غيره، يعني او اهتمامه ما كان مثل قبل، انه يتواصل مع ولي الامر ويشوفون يعني شو الخطوات القادمه. بعض المدارس بدات، وهذه نقطه ايجابيه، بعض المدارس استغلت خاصه من بدايه الكوفيد ذات السنه هذه، بدات تحط برامج صحه نفسيه او برامج الويل بينج يعني في مناهجها. فنحن يعني جدا نحفز اغلب كل المدارس اذا امكن يكون عندها منهج بالنسبه للصحه النفسيه في تدريب الاطفال على الوسائل الرئيسيه في التعرف على مشاعرهم وكيف تتاقلم معها، ايضا يكون في شخص في المدرسه ممكن الاطفال يرجعون له، ان المدرسه ممكن تخبر الاطفال ما يشوفوا اذا اي حد يعني حب يعني يتكلم اكثر او مر بصعوبات اكثر، في اخصائي اجتماعي، اخصائي او كونسلر او غيره في المدرسه، وهذا من ايجابيات يعني تواجد الطفل في المدرسه انه ممكن يستفيد من الخدمات اللي توفرها اكيد. يعني دكتور هذه مسؤوليه مشتركه بين ولي الامر والطالب وايضا المدرسه لنجاح هذه العمليه الدراسيه، وتكون اكيد لها
مخرجات إيجابية. في الأخير دكتور عمار البنا، كل شكر لك وشكرا على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذه المعلومات القيمة في الحقيقة، ونتمنى من جميع أولياء الأمور بأخذ هذه الاقتراحات والتوصيات اللي ظهرت منك بعين الاعتبار. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستضافة، واتمنى التوفيق لجميع أطفالنا إن شاء الله في العام الدراسي الجديد. شكرا لك.